على مدار يومين وفي العاصمة الروسية موسكو يعقد اجتماع رباعي هدفه دراسة الأجواء وإزالة العقبات أمام تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. هذا الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه منذ أكثر من عقد يشارك فيه نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا إضافة إلى روسيا وإيران كدولتين راعيتين. المتوقع أن تكون إذن المشاورات ذات طبيعة فنية تمهيدا لبدء تفاوض فعلي على مستوى وزراء الخارجية. هو طريق وعر بلا شك، فكل المعطيات تدل على صعوبة إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق. يعني قبل الكثير والحديث عن الكثير من الشروط التي تم الحديث عنها يطرحها الأسد، يرفضها إذن أردوغان لتناقض الطروحات، لكن التناقض لا يلغي التفاوض. ها هو يبدأ الآن على مستوى نواب وزراء الخارجية الذين يبحثون عن حلول لملفات ظلت شائكة لأعوام. خلال مرتين وفي لقاءين منفصلين مع الروس والإيرانيين، اشترط رئيس النظام السوري بشار الأسد وفق ما ذكرت التقارير إنهاء ما وصفه بالاحتلال التركي لبلاده والانسحاب التركي الكامل لكي يكون اللقاء المقترح بينه وبين أردوغان مثمرا. تركيا رفضت عدم واقعية المقترح كما أفادت التقارير أيضا، فوجود قواتها في سوريا ضروري لحفظ أمنها القومي، فهي تحضر بآلاف الجنود وفي عشرات النقاط العسكرية، نقاط تتركز في إدلب وفي ريفي اللاذقية وحما وحلب، كذلك في تل أبيض وفي رأس العين في الشمال الشرقي. يشترط الأسد كذلك لعقد لقاء مع أردوغان أن تتوقف أنقرة عن تقديم الدعم لما وصفه بالمنظمات الإرهابية المسلحة. هذا الوصف ينطبق على مجموعات مقاتلة معارضة تدعمها أنقرة وتنضوي تحت ما يسمى بالجيش الوطني السوري الذي ينشط في مناطق الشمال، وتتعاون تركيا معه في تنفيذ معظم عملياتها العسكرية هناك. أوجه الخلاف بينها وبينهما بين أنقرة ودمشق تتعدى ذلك، ففي الوقت الذي يؤكد فيه وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو أن بلاده لا تملك شروطا مسبقة لعقد اجتماعات مع دمشق، إلا أن الدعم الذي تقدمه بلاده للمعارضة يزعج النظام السوري، لا سيما وأن تركيا لم تخفي يوما إصرارها على بدء مرحلة انتقالية وبمشاركة كافة الأطراف وكتابة دستور جديد وإجراء انتخابات عادلة وشفافة بإشراف الأمم المتحدة. ملف اللاجئين هو الآخر على طاولة الجانبين، فوزير الدفاع التركي خلوصي أكار وبعد لقاء نظيره السوري ديسمبر الماضي أكد أن العمل المشترك لابد وأن يشمل هذا الملف بالذات، فعودة ملايين اللاجئين السوريين إلى بلادهم يجب أن تكون طوعية وأن تكون آمنة. هذا ملف تسعى أنقرة لحله منذ سنوات، لكنه يواجه كثيرا من العراقيل أبرزها مخاوف السوريين الأمنية وعدم وجود ضمانات بعدم تعرض النظام لهم بأي مضايقات. أما ملف قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا التي تسيطر على مساحات واسعة شمال شرق سوريا، هذا الملف بالذات هو ملف خلافي وتوافقي في الوقت نفسه. تركيا تعتبر الفصيل إرهابيا وتسعى لإبعاده لأقصى نقطة عن الحدود، فيما لا تراه دمشق كذلك، لكنها تتوجس من مطالب ذراعه السياسي المتمسك باللامركزية أو الانفصالية كما يقررها ويقرأها النظام. لكن تبقى نقطة الخلاف في رغبة أنقرة بمعرفة الدور الذي يمكن أن تلعبه دمشق بتحجيم نفوذ هذه المجموعة التي تتفاوض معها الحكومة السورية منذ سنوات وبلا جدوى. أرحب إذن بضيوفي في هذا الملف. أرحب بضيفنا من أنقرة الدكتور جاهد توز المستشار السابق لرئاسة الوزراء التركية، ومن دمشق أرحب بالدكتور أسامة دنورة الباحث في الشؤون السياسية. أهلا بكما، وأبدأ النقاش معك دكتور جاهد. يعني بداية دعنا نناقش هذا الاجتماع الرباعي الذي سيعقد يوم غد، من حيث المستوى، من حيث التمثيل، ومن حيث أيضا الدول المشاركة، ستكون هناك روسيا وإيران، وهو سيعقد في موسكو. على ماذا سيركز بالتحديد، أو ما النقاط المهمة التي سيركز عليها وبوجود كل هذه الدول؟ طبعا بالتأكيد هذا الاجتماع مهم للغاية بالنسبة إلى تطبيع علاقات بين تركيا ودمشق، وأيضا للاستقرار المنطقة. أيضا هذا الاجتماع هو مهم للغاية بالنسبة لي أو برأيي الشخصي.
هي النقطة. النقطة الثانية طبعاً هذا الاجتماع بإمكاننا قول اجتماع تحضيرية لوصول إلى مرحلة معينة حتى يتدخل فيها الجهات المعنية الأخرى ومستويات العليا، فهذه مستوى أيضا بالتأكيد مهمة، لكن هذا اجتماع بإمكان نقول تحضيرية. وأيضا الوجود إيران نقطة أخرى كمان مهمة، لأن إيران أيضا عنده دور فيما يخص ملف سوريا وأيضا علاقاتها مع النظام السوري، كما نعرف علاقاتهم قوية، فلذلك وجود إيران أيضا مهمة للغاية. وطبعا موضوع روسيا، الجميع يعرف أن روسيا عنده دور كبير في ما يخص الملف السوري، وأيضا عقد اجتماع تحديدا بروسيا كمان بإمكاننا نقول أن هناك إشارات كمان تعطينا بعض معلومات أو بعض الأشياء حتى نحن نفهم وضعية أو محتوي الاجتماع هذا. وممكن بعد هذا الاجتماع إذا استخرج النتائج إيجابية يصل إلى مرحلة اجتماع بين وزراء الخارجية. لكن هنا النقطة مهمة جدا، يعني نحن سابقا أيضا تحدثنا بما يتعلق تطبيع علاقات بين تركيا وسوريا، كان هناك كثير من الإشارات سمعنا أن النظام السوري يأتي ببعض الشروط، أنه إذا نحن نتحدث عن مفاوضات أو نتحدث عن تطبيع علاقات، أي طرف من الأطراف إذا جلس على طاولة بشروط النتيجة لن تكون إيجابية. فلذلك نعم. الجميع نعم. الأطراف أولا لازم يتفق على الأشياء المشتركة، وبعد نعم. ذلك يتم نعم. استشارات على الخلافات نعم. لوصول نعم. إلى نتيجة إيجابية. نعم، لدينا ربما نقاط كثيرة للنقاش، فيمكن أن نكون مختصرين أكثر دكتور جاهد إذا سمح. دكتور أسامة، هذا أول لقاء رسمي يعقد على هذا المستوى، مستوى وزاري بين تركيا وسوريا، ومنذ اندلاع الأزمة في عام 2011 يعني، وطبعا كما قلنا هو في موسكو بوجود إيران وبوجود روسيا. ما أهمية هذا الاجتماع بالنسبة للجانب الروسي السوري عفوا؟ يعني تدقيق المعلومة بعد التحية لكم وللضيف الكريم، تفضل. كان هناك زيارة لداود أغلو إلى دمشق بعد اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011، ولكن اليوم طبعا إجابة على ما تفضلت به من سؤال، هذا اللقاء مهم جدا، وهو استمرارية لتدرجية عودة العلاقات إلى طبيعتها، وهذا يعني بكل تأكيد هو مسار ليس سهلا، هو مسار شائك وبحاجة إلى الكثير من العمل والجهد يعني حلحلة الكثير من الملفات الخلافية والتدرج فيها بشكل يعني بطيء نوعا ما أو بشكل تدريجي لكي نصل إلى فكفكة كل الملفات العالقة ما بين الطرفين. طبعا يعني فقط لتدقيق المصطلح، نحن لا يمكن أن نتحدث في حالة سوريا عن شروط، لأن ما يطلق عليه شروط سورية هي عمليا ما تنص عليه المواثيق الدولية، يعني مبدأ السيادة المتساوية ما بين الدول، مبدأ عدم الاعتداء، ما تنص عليه أيضا ميثاق روما حول المحكمة الجنائية الدولية، أن لا يكون هناك عبور ل نعم. يعني مسلحين من إحدى طرفي الحدود إلى الآخر، وبالنهاية هذا أيضا ما ينسجم مع ميثاق أضنة أو مع تفاهم أضنة، أن لا يكون طيب حتى إذا لم دعم نسميها لمجموعات مسلحة من هذا الطرف باتجاه نعم. الآخر، أو العكس طبعا. نعم دكتور أسامة، إذا حتى لم نسميها بشكل دقيق نعم. بشروط، يعني هي ربما نقاط سيتم مناقشتها، هناك ما سيتم قبوله، هناك ما هو قابل للنقاش، هناك ما يرفضه جانب عن الآخر. إذا ما تحدثنا عن الجانب السوري، ما النقاط التي لا تقبل نقاش والتي يركز عليها، وأين يمكن أن يلتقي؟ هي محددات سيدتي الكريمة، تفضل. النقاط طبعا شأن حكومة أي دولة لا يمكن أن تقبل النقاش في مبدأ
وجود قوات بدون شرعية دولية وبدون دعوة من الدولة صاحبة السيادة، يعني اعتبارات السيادة ليس فيها نقاش بكل تأكيد، والمجموعات الإرهابية الموجودة. طبعا نحن لماذا نقول يعني هنا أنها مجموعات إرهابية؟ هي حتى قسم الأكبر منها حتى تركيا مصنف أنه مجموعات إرهابية، والحقيقة أن الإصبع الأمريكي أيضا موجود، ليس فقط يعني الدور بالكامل بالنسبة لتركيا فيما يتعلق مثلا بجبهة النصرة، ولكن أنا بتقديري كل هذه المجموعات ويعني الدخول التركي في على خط الأزمة السورية الذي بدأ منذ عام 2011 وحتى اليوم أصبح يعني يمثل ما يمكن أن نطلق عليه الأوفرلودز، يعني هناك أحمال زائدة على السياسة التركية، هي بحاجة إلى ترشيق سياستها الخارجية لحل هذه الملفات العالقة والتي تؤثر على الاقتصاد، تؤثر على السياسة عامليا عامل استنزاف فيها، وحتى تؤثر على الداخل التركي. يعني اليوم وجدنا إلى أي حد موجات كراهية الأجانب يعني تصاعدت في تركيا وتوجهت ضد السوريين، وهذا طبعا يعني يؤثر على الحالة السياسية الداخلية في تركيا ويؤدي إلى خلط أوراق لربما ما لا ترغب به الأحزاب التركية أو الجهات التركية خاصة فيما قبل الانتخابات. فإذا أيضا الضغط الذي يمثله هؤلاء على الاقتصاد التركي، على فرص العمل، على الحياة اليومية، على المساكن، الإيجارات، كلها النقل، البنى التحتية، كل هذا تركيا اليوم لم تعد بحاجة له، لأن هذا السياق الحقيقة الذي بدأ عام 2011 يعني اختتم. أصبح من الواضح أنه اليوم نحن في عقد جديد بات يتطلب سحب السياسات القديمة التي كانت يعني فيها نوع من التورط في العديد من الدول العربية، إن كان لربما على مستوى سوريا، ليبيا بدرجة من الدرجات، أيضا العراق، حتى في بعض دول الخليج العربي عن طريق الإخوان المسلمين. يعني يجب أصبح من الضروري أن يعني يقوم بتقديري الأتراك بانزياح من الإيديولوجيا في السياسة الخارجية نحو الجيوبوليتيك، لأن المصالح في النهاية لا تبنى على الإيديولوجيا، تبنى على الجيوبوليتيك، وهذا طبعا يحقق المصلحة التركية القومية في أكثر من اتجاه، طبعا بما فيها الاتجاه الأمن القومي والاقتصاد والعلاقات الدولية والإقليمية. نعم دكتور جاهد، هنا ما فرص أن يمهد هذا الاجتماع للقاء على مستوى القادة، يعني على مستوى الرؤساء، الرئيس السوري والرئيس التركي، يعني نظرا للوضع الجيوسياسي في المنطقة، نظرا لهذه النقاط التي لا تزال ربما تشكل محل نقاش إذا لا يريد ربما دكتور أسامة تسميتها بالشروط السورية؟ أختي الكريمة، أول شيء التوصيف وجود تركيا في شمال سوريا هذا كغير شرعي، هذا ليس صحيح وغير مقبول نهائيا، لأنه وفق المادة 52 تبع الأمم المتحدة تركيا متواجدة هناك. والنقطة الثانية، هناك اتفاق أضانة، وواضحة من خلال اتفاق أضانة تركيا أيضا تستطيع أن تقوم بعمليات العسكرية ضد المجموعات الإرهابية في هذه المناطق، وتركيا وجودها من خلال هذه القوانين على مستوى الدول، وعلى أيضا علاقات أو اتفاق بين تركيا وسوريا. هذه النقطة. النقطة الثانية بما يخص الموضوع المجموعات الإرهابية، للأسف الشديد يعني الدولة السورية أو نظام حاليا يعني عاجزة لمكافحة الإرهاب على مستوى البلاد، وفتحت أبوابها من زمان لحد الآن إلى منظمات إرهابية. نعرف الوجود حزب عمال الكردستاني ورئيس الحزب عمال الكردستاني في الداخل دمشق من سنوات، وأيضا للأسف الشديد استفادوا كثير من الأشياء من الدولة السورية سابقا، منظمات إرهابية هذه، وسوريا أصبح ساحة كبيرة ومناسبة لهذه المنظمات إرهابية كلها، وهذا التهديد على أمن القوم التركية. فكيف منطقيا مستحيل أحد يقول أن تركيا لازم لا تفعل أي شيء وتركيا لازم تسكت، وهذا مستحيل، لأن تهديد مباشر على أمن القوم التركية. أما بالنسبة إلى موضوع الشروط أو النقط، يعني كما قلت قبل قليل أيضا، يعني إذا نحن نتحدث عن تطبيع علاقات أو نتحدث عن مفاوضات بين دولتان، أي دولة من الدول إذا تأتي بشروط، هذا معناها أنه لا أريد أصل إلى نتيجة إيجابية من خلال هذه المفاوضات. ففي البداية لن نعم دكتور يعني سوف نعم. دكتور
سوف تفشل المفاوضات هذه في البداية. فلذلك نعم. طيب دكتور أسامة. حاليا الجميع الأطراف لازم يتحدثوا على أشياء مشتركة، وأعتقد هذه اجتماع في هذه نعم. المستوى مهمة للغاية، وإن نعم شاء الله دكتور نتائج جاهد بكون إذا إيجابية سمحت لي فقط لأن وقتنا ضيق. سؤال أخير أيضا مستوى لدكتور عالية. أسامة. نعم دكتور أسامة، يعني ما المدة الزمنية التي ترون أو تقدرون فيها يمكن أن يلتقي الرئيسان رئيس الأسد والرئيس رجب طيب أردوغان؟ طبعا يعني تعليقا على ما تفضل به الضيف الكريم، طبعا سريعا الوجود لا شرعي دكتور. بشكل مطلق، بروتوكول أضنا وهو غير مصادق عليه من قبل البرلمان، يعني غير معتمد. هو بروتوكول ينص فقط على دخول لمدة أو لمسافة 5 كيلومترات فقط في حالات الضرورة ومن الاتجاهين. يعني أيضا الدولة السورية تمتلك الحق في الدخول لمكافحة الإرهابيين إلى داخل الأراضي التركية، ولكن ما يعرفه الجميع أنه اعتبارا من توقيع البروتوكول عام 1998 وحتى 2011 لم تحدث ولا حادثة من الجانب السوري، ولكن عام 2011 بدأ الإتراك بناء على أجندات تخص النظام التركي ويعني تنفيذه لأجندة أمريكية طبعا كما هو معروف. بدأ بإرسال الإرهابيين الغنيين عن الذكر والمعروفين وحتى بدعم تنظيم داعش، يعني الفيديوهات على النت مملوءة بأشخاص قالوا أنهم أتوا إلى مطار صبيحة ولا إلى ما هنالك وانتقلوا نعم. لاحقا إلى الأراضي السورية. طيب متى تتوقعون اللقاء في مكاتب دكتور أسامة باختصار؟ يعني إنكار هذا الأمر الدينايل بوليسي، هذه سياسة الإنكار لم تعد مفيدة. اللقاء متى تتوقعون؟ أعتقد أن هذا الأمر الكرة في جانب التركي تماما، كلما عادوا بسرعة إلى مفاهيم الشرعية الدولية واحترام الحدود والأمن المتبادل والأمن الجماعي كما يوصف، يعني هذا سوف يسرع عودة العلاقات إلى طبيعتها، وهذا في مصلحة الأتراك يعني كشعب وحتى في مصلحة النخب السياسية التركية. نعم شكرا لكم. إذا ليست لديكم مدة محددة ربما متوقعة، نشكركم على المداخلة معنا دكتور أسامة دنورة الباحث في الشؤون السياسية، الدكتور جاهد توزر المستشار السابق للأسد الوزراء التركية من أنقرة، شكرا جزيلا لكم.